الصحابة ذكروا لنا ذلك الوصف، فقال بعضهم: كان صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر. قال بعضهم: كان صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر ليلة البدر. ذكرنا رواية سيدنا جابر بن سمرة لما نظر إلى القمر وإلى وجه رسول الله وقال: لوجه رسول الله أحسن عندي من القمر. السلام عليك يا